قدوميها قراها وكيلة دا سومالي لانا يامان تا قد يوم مغا عاباي اسوافا چينتا غو آمدي اي سو سارين وحقرد كا بيشا باريغا برعو يحرر كا دورشو ينكا تاسي او مدحوينوه سيحاحي كدبنا او قد بيي قراها وكيلة دا قراها وكيلة دا نعود غعان تاگا اي كو انسيحيين وحانا قد يداسي او كا كوبنايد كوب ايا طبان حبنات كرداشاي بوق صوحان ايا خلاف بالاران او كرداشاي قراها وكيلة دا دحدودا xildhibaan badan oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa arintaas ka soo horjeestay gaar ahaan xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ah ayaga oo sheegay inuu gudoomiyuhu 12 ka xubnood ee uu magacaabay 8 ka mid ay yihiin xisbiga kulmi iyo urur siyaasadeedka ka ah oo xulafa ah isla markaasina uu gudoomiyaha golaha wakiiladu ka tirsan yahay xildhibaanada arintaas ka soo horjeestay ayaa ku doodaya إن سببتا قدوميوهو كوب يطبان كحلدبان سيدد كميدا وغرد غي حلفة ديسو أي تهاي سببتا خلافكا كيانتخي هاد دبا كوب يطبان كحبناد إيهو مغا عاباي قدوميها غلها وكيلادو محي كليهين كو حلدبان مصطفى أحمد عبد الله خيراي حبين كاترسان أرسيا صدادكا كاح لبا حلدبان جمال علي آدن جاه حبين كاترسان أرسيا صدادكا كاح صدح حلبان محمد حسن سعيد الروسيا صدات كاه أفر حلبان آمنة علمي فريد آمنة وحي هرا وغتر سنايد الروسيا صدات كاه بل سدوان أي شيك تاين أي حسب بيغا كل ميقا شي شن حلبان محمد حسين شامع الرامبو حسب بيغا كل مي ليح تدوبا حلبان عبد الناصر يوسف عثمان قضح حسب بيغا كل مي سيديد حلبان أحمد ضيب آذن كعدي xildhibaan ku cadeeya waxa uu sitaa labada kaad ee kulmiye iyo kaah saddexda xildhibaan ee soo haray ayaa iyagu ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah oo xulafa ah waxaanay saddexda xildhibaan kale yihiin xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuce xildhibaan muxtar xasan meedane iyo xildhibaan khadar maxamed jaamac guun ujeedada ugu weyn ee xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ah golaha wakiilada ku matala ayaa arintan ay uga qeylinayaan ayaa ah إن إسوافاجينتا go'aamadii ay soo saareen madax dhaqameedku iyo xeerarka doorashooyinka ay wax ka beddelaan lagana ma jirin habaabiyo qaabkii ay madax dhaqameedku u dhigeen waxaana u muuqataa in gudoomiyaha golaha wakiiladu gudidaasi magacaabisteeda dib ugu noqonaayo kadib markii uu warbaahinta golaha amray in muuqaalkii gudoomiyuhu arintaas kaga hadlayay kuna yeedhinayay 12 ka xubnood aan la baahin lagana saaro براها بلشادة غاركا ايه غلاها وكيلادو اي ليهين ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة دا تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت اي فايبر اوبتيقا كاسو حواريه سوكالا غوالهين وغوشي وايشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقور غاقا حافيسكاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا غابن 121